إلى إحدى جدائل عروس الشمال مجددا، ورعد الرقاد وأم قيس ومنحلة أيضا تواجد بها بهذه الصبحات الطيبة. لابس نحال هذا رعد؟ ما عرفتك يا رعد. والله رعد، رعد صباح الخير. شايفيني؟ رعد شو مالك؟ مرحبا، صباح الخير. صباحك سعيد. تفضل يعني رعد. كيف الأجواء الآن رعد بزي النحال حقيقة، وهذا يعني اللبس المخصص. أنا فكرت رائد فضاء. نعم، توقعت في غواصة بجنبه أو شيء. لا والله في مدخون يا مجد. في دبابير. تفضل. طبعا مجد بدي أصب عليك وعلى سمر مشديد وعلى كل طبعا صباح الخير مشاهدينا اينما كنتم من داخل وخارج المملكه الاردنيه الهاشميه. طبعا اكيد احنا الان بمنحله زي ما انتم شايفين، واكيد يعني هاي لباس السلامه اللي احنا لابسينه، يعني نعتذر على هذا الموضوع. وايضا معنا الداخون برضو من اجراءات السلامه العامه الموجود داخل المنحله. طبعا اليوم راح نحكي عن السياحه النحليه وغير السياحه التقليديه، وراح نحكي مع يوسف الصياحين ابو راشد لنشوف شو معنى السياحه النحليه اللي بتختلف عن السياحه التقليديه. ابو راشد نصب عليك، صباح الخير ابو راشد. صباح الورد، اهلا وسهلا بك. كيف حالك؟ يعطيك العافيه. يا هلا بك، اهلين، حياك الله. بالبدايه ابو راشد، الدخون طبعا يعني هاي لك. ابو راشد، نحكي بالبدايه عن موضوع السياحه النحليه. ايش بيفرق عن السياحه التقليديه؟ السياحه النحليه هي كانت فكره عن طريق الاخت منى حداد، اللي هي احنا عاملين اللي هو سياحة داخل البلد، نستغل أم قيس كمنطقة سياحية وجميلة كثير، فكانت الفكرة أنه نعمل مشروع سياحي شامل، كان من ضمنها اللي هو باب السياحة النحلية. نعم. اللي كانت تقريبا جزء من الفكرة الوحيدة بالشرق الأوسط أنه نعمل هاي الفكرة ونطبقها على أرض الواقع. فكانت الفكرة، خضعنا لدورات كثيرة عن طريق اللي هو بركة، ومن خلالها صرنا نستقطب طبعا 29 3 العام 2017 صرنا نستقطب جروبات سياحيه. طبعا كانت الفكره جميله كثير للحضور، واللي كانوا يجوا كان يبدو اعجاب كثير بهاي الفكره الجميله، وكان يجينا اللي هو جروبات من انحاء العالم، من المانيا، من امريكا، من استراليا، من فرنسا، من أمريكا الجنوبية، وكمان السياحة الداخلية هون داخل البلد. يعني أبو راشد، أنا بدي أحكي بس عن موضوع أنه هناك سياح يعني استوعبوا، وهناك كان يعني إقبال على موضوع النحل، لأن هناك في خطورة بالموضوع لأي شخص ممكن يلعب بالنحل أو يشوف النحل أو يقرب من النحل. أكيد أكيد، طبعا إحنا رعينا كل هاي العوائق كلياتها، وأمنا اللي هي وسائل السلامة الكاملة، من مثل ما تفضلت هاي لابس أنت. نعم. لأول مرة تدخل نحل أول مرة مطمئن ومكيف، في عندنا تجهيزات كاملة للنحل، كانوا للأطفال أو للشباب أو للكبار، وعندنا كمان إسعافات أولية كمان لا سمح الله إذا أي واحد تعرض ل... نعم. لسعة النحل. وبشكل عام هي لسعة النحل هي لسعة يعني خفيفة، يعني مفيدة لو لسعنا واحنا بنشتغل العادي، لكن في اجسام لا بتتقبل هاي اللسعه، وفي اجسام انت نوعا ما التحسس من اللسعه. ابو راشد، شلون نستغل الوقت ونشوف الموضوع العسل والنحل؟ افتح لنا واحده من النحل. ان شاء الله راح نفتح على الخليه هاي، يعني اكيد مشاهدينا الكرام الان راح نفتح خليه نحل ونشوف موضوع العسل وكيف استخراج العسل. تفضل ابو راشد، احكي لنا عن الطريقه اللي انت بتعملها. البدايه اللي هو الداخون عندنا بنحاول ندخل النحل حتى انه يعني نهديه وما ابو راشد بعد يعملش اللي هو شوشر علينا وهاجمنا. هذا هو طبعا الغطاء الداخلي للخليه. الخليه طبعا تتالف من 10 براويز. نعم، من 10 براويز. يعني هاي عشان النحل يطلع من مكانه، صح؟ طبعا عشان كمان ناخذ حريه بعمليه التعامل مع النحل، ما ناذيهوش، نحاول قدر الامكان. ما في خطوره حتى على النحل بهذا الموضوع؟ لا لا لا، ما في خطوره على النحل. ابو راشد، وانت بتشتغل طبعا، احكي لنا عن نسبه السياحه اللي بتيجي من خارج المملكه. والله هي السياحه الخارجيه تقريبا هي الاكثر حاليا، لكن في استخدام كبير من السياحه الداخليه. نعم. واستقبلنا أعداد كبيرة من الجروبات السياحية الداخلية، وكان إعجابهم كثير بالفكرة. وإحنا على فكرة يعني إحنا قاعدين بنحاول كمان نعطي إنه شو دور النحلة
لا مش مشكلة عادي. شو دور النحل في الطبيعة؟ لأنه النحل له دور كبير في الطبيعة، أنه بيحكوا العلماء أنه ثلث إنتاج العالم من الطعام من النحل. فإحنا نحاول صراحة من زمان حاب أشوفها على الطبيعة هاي اللقطة، ويا ريت يعني أكيد الكل الآن يعني حاب يكون معنا بهذا المنظر الجميل. أم قيس بلدة جميلة ولكن هناك سياحة نحلية زي ما أنتم شايفين، منظر سبحان الله. يعني أنا صراحة مبسوط إني بشوف هذا المنظر أبو راشد. أها هاي طبعا إحنا كمان نعطي دور للنحل. وشو دور النحل؟ إنه في كثير من الناس بيجهلوا إنه شو دور النحل. النحلة لها فوائد كثيرة، ولازم إنه نعطي لهذه الحشرة قيمتها الكبيرة. وطبعا النحل ذكر في القرآن الكريم وإله دور كبير في حياة الناس. نعم. ومثل ما حكيت لك إنه ثلث إنتاج العالم من الطعام من النحل. فإحنا كمان بنحاول إنه نعطي للسياحة أو للجروبات السياحية اللي بتيجي عندنا كمان اللي هو سلوكيات النحل، اللي هي الأفضل والأحسن. أنا في نظري أنه نتعلم من سلوكيات النحل. النحل طبعا كل عمله جماعي، وهدفه بالحياة اللي هو إنجاح العمل وإنجازه بشكل صحيح. ويا ريت أنه يعني أبو راشد أنا بدي أسألك عن الوقت اللي بتستغرقه النحل لاستخراج خلية مثل هاي. طبعا النحل في عنده نظام وقانون لعملية التكاثر. نعم. بمشي على أسس صحيحة. بالنسبة عندنا هسه موسم الربيع، فالنحل ببلش إنه إيش إنه يعمل يجمع حبوب اللقاح بكمية كبيرة، حتى إنه جيش نحل كثير من خلال هذا النحل اللي يكون قادر على بس يجي موعد اللي هو جمع الرحيق، إنه يجمع الرحيق بكميات كبيرة. نعم. هاي عندنا هنا براويز، براويز فيها عسل وفيها نحل، وفي عندنا هون العاملات، وفي عندنا ايش كمان براويز حضنة. رح نوريك الساعة اللي هو بدي اسال ابو راشد بالنسبه اذا شخص هناك مثلا انقرص بواحده من النحل مثلا، خطوره كبيره ولا مش كبيره؟ انا حكيت لك انه في اجسام تتقبل اللي هو لسع النحل او هرمون النحل، وهرمون النحل هو مفيد طبعا كمان جدا للإنسان بشكل كبير، لكن في بعض الأجسام تتحسس من هرمون النحل. بس بشكل عام العلم يعني أعطى فوائد كثيرة لهرمون النحل. يعني مشروع رائع أبو راشد، يعني الله يقويك. وإحنا بندعو من خلال شاشتنا شاشة التلفزيون الأردني زيارة هاي المنحلة السياحية والسياحة السياحية النحلية عفوا، غير السياحة التقليدية، شيء جميل جدا بهذه المناظر الخلابة. يعني أم قيس معروفة دائما بالخضار وزي ما شايفين الربيع، ولكن أيضا هناك مشاريع من أبناء هاي المنطقة وخصوصا زي ما احنا شايفين المنحلة. طبعا أبو راشد أنا بدي أشكر تواجدك معنا. بارك فيك، شكرا لك. طبعا بلشت حك على النحل فات علي. طبعا شكرا لك ابو راشد، يعطيك الف عافيه. يا هلا بيك، حياك الله ومشكور. طبعا مشاهدينا الكرام الان راح ارجع لمجحم وسمر لاستكمال فقرات برنامج يوم جديد، وبعد قليل ايضا من موقع اخر من منطقه الجمال من منطقه ام قيس. رعد الله يعطيك العافيه. نعم. شكرا. الله يعطيك العافيه. عم بقول لك بدي اسالك، انت سامع بزينه؟ انت اليوم نحول. الله يعطيك العافيه. روعه هالخير وهالجمال اللي انت فيه يعني بهالمنطقه. بيقولوا اصلا العسل بيعطي طعمه لطيفه لما يكون في خضار ويكون في زهور متنوعه في المحيط، فاليوم استمتعوا بهذا.